فلذلك الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات في سورة المعارج أن طبيعة الإنسان، الإنسان عامة، الإنسان كلمة إنسان دي كلمة عامة تطلق على المسلم وغير المسلم. لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، بدني ده إنسان لكل الناس سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. فلما يقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان، بدأ بيصف الإنسان عامة سواء كان بقى عربي ولا مسلم ولا غير مسلم ولا جنسية أخرى ولا إيطالي ولا فرنساوي ولا أمريكي، يعني أيا كانت، أيا كان جنسه وأيا كانت ديانته، دي طبيعة الإنسان أنه خلق هلوعا إذا مسه الشر هلوعا وإذا مسه الخير منوعا، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، ده الإنسان عامة. بس الله سبحانه وتعالى بيستثني من هؤلاء الناس اللي هم الناس العامة، يستثني منهم المؤمنين أو المصلين، إلا المصلين، يعني عامة الناس يتصفون بالقلق والهلع والجزع والاضطرابات إلا هؤلاء المصلين المؤمنين الحقيقيين والمسلمين الصادقين الذين يتصفون بهذه الصفات، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الصفات. يبقى دول عاشوا في جنة الدنيا وفي الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى أولئك في جنات مكرمون، يعني أيضا في الآخرة يعيشون في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين اتصفوا بصفات المؤمنين في سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هناك الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يرثون الفردوس الأعلى، وهنا قال الله سبحانه وتعالى أولئك في جنات مكرمون.